وصلتي إلى طلبات المصريين بالخارج؟ وإيه هي الطلبات دي؟ أولاً أنا سعيدة بوجود حضرتك معانا في وزارة الهجرة. أنا أسعد. أهلاً بيك وأهلاً بالقناة الأولى. ليا الشرف. بيتهيألي كده، يعني أنا عندي اعتقاد شخصي بإن أنا يعني مش هقدر أقول إن أنا غطيت المصريين 100% ولا غطيت طلباتهم 100%، إنما أنا واصلة لنسبة كبيرة من المصريين من خلال عدد من الوسائط، بالرغم إن أنا ما يعني مجرد شهرين دلوقتي تقريبا في المكان. أنا موجودة على كافة أشكال الوسائط الاجتماعية مع المصريين في الخارج. احنا موجودين اوريدي على كل الواتساب جروبس اللي عاملاها الجاليات، احنا موجودين على الفيسبوك، على الانستجرام، على كل الاشكال بتاعه الوسائط الاجتماعيه. ده من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه انا بحاول بقدر الامكان ان انا اغطي تواجدي مع المصريين بدل ما انا بشوفهم فعليا، ان انا اشوفهم افتراضيا. لو كانت الكوفيد 19 ليه ميزه واحده عملها في حياته، فهو الشكل الفيرتشوال او الشكل الافتراضي اللي هو للاجتماعات اللي خلقه لنا. فانا بحاول ان انا احقق ده قبل ما اشوفهم فعليا، لان طبعا كل وزراء الهجره لازم يتجولوا ويعني يحاولوا بقدر الامكان ان هم يتعرفوا على المهاجرين بشكل مباشر. انما انا حتى حينها انا بحاول بقدر الامكان ان انا في اقرب وقت ممكن ان انا اغطي نسبه كبيره من الناس من خلال الفيرتشوال ميتينجز او الاجتماعات الافتراضيه. الاجتماعات الافتراضية دي بتخلق لي إمكانية إن أنا أتواصل مع الناس، إن أنا أعرفهم أنا إيه، أنا حد جديد بالنسبة لهم، وحد جديد جاي بعد وزيرة محبوبة جداً. كانت أوريدي في الوزارة وهي صديقة صحيح. عزيزة صحيح. فلازم يعرفوا مين الجديدة دي وجاية تعمل إيه، وناوية تخرب لنا القديم ولا ناوية تبني عليه ولا ناوية تعمل حاجة جديدة، إيه بالظبط هي إيه.